مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المركز 23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد مسجلة 5.32 نقطة عام 2023، جاءت في المركز الثاني عربية. جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية الدولية وأيضا المؤشرات العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتعلق به، حيث سلط المركز الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد والصادر عن مؤسسة كيرني العالمية للاستشارات الإدارية للعام 2023. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن التقارب غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية يعزز من فرص التعاون الاقتصادي وأيضا من جذب مزيد من الاستثمارات بمنطقة القناة. يأتي هذا خلال لقاء رئيس هيئة القناة لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، حيث أشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر والممتد الذي يجمع الهيئة بالشركات والترسانات الكورية في مجالات تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وشدد على أن قناة السويس الجديدة نجحت في إضافة بعد استراتيجي إضافي للقناة برفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة قدرتها على استقبال أحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي. من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية أن قناة السويس تكتسب أهمية خاصة لكوريا الجنوبية باعتبارها شريانا رئيسيا لتجارتها الخارجية، مما يجعلها محورا هاما في تعزيز العلاقات المشتركة ما بين البلدين. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي كاسكو برئاسة فانش بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضم أو تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. من جانبه أكد فانش بو نائب رئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية، أكد أن قناة السويس تعد أحد الشرايين الهامة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوى المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس. أكد صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمي مع بطء وتفاوت تعافي الاقتصادات من أثار جائحة فيروس كورونا وأيضا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ذلك رغم النمو الاقتصادي التالي لإعادة فتح الاقتصادات والتقدم المحرز في خفض التضخم من الذروة التي بلغها العام الماضي. وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من المسار الذي كان عليه قبل الجائحة، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيرا إلى تباينات متزايدة ما بين مناطق العالم، وأشار إلى أن ميزان المخاطر التي تهدد النمو العالمي يميل نحو الجانب السلبي. من الممكن أن تتفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين مع ما يترتب على ذلك من أثار غير مباشرة على مستوى العالم، خاصة بالنسبة لمصدري السلع الأساسية.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام 2023-2024 على خلفية تباطؤ تغذية أزمة قطاع العقارات. هذا وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5%، وذلك خلال 2023 و4.2 في العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي. نشد قادة أفارقة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي نشدوا وقف الديون مؤقتا لمعالجة تغير المناخ. أكد القادة الأفارقة الأربعة وهم رئيس جمهورية كينيا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وأيضا الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف، أكدوا أنه لا يمكن لإفريقيا حل مشكلة المناخ ما لم تحل مشكلة الديون، حيث أشاروا إلى أن إفريقيا تدفع الآن في خدمة الديون أكثر من المبلغ المقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أميرة ومصطفى، فإليكم. شكرا إليك رجائي.